وتوانا تعداو الى راديو كرامه في سيدي بوزيد مع زميلتنا فتحيه الخليفي. فتحيه مرحبا بك. زميلتي فتحيه تمدنا بمستجدات مرحبا بكم. الولايه. مرحبا 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 بكل مشاهدي قناة نسمة ومستمعي إذاعة الشركة في هذا البث الموحد الجديد في سيدي بوزيد. اليوم تم تسجيل 9 إصابات بالتهاب الكبد الفيروسي بثلاث مدارس ابتدائية بمعتمدية ترقاب من ولاية سيدي بوزيد، وكان مصدر طبي كان أكد اللي التلاميذ الآن يخضعون للراحة بمنازلهم، وأشار إلى أخذ عينات من الماء لتحليلها، وفرق الصحة العمومية يقوموا بزيارات لهم ولمتابعة حالتهم. في إطار الجديد في سيدي بوزيد كذلك نفذ عدد من الناشطين السياسيين وفي المجتمع المدني والأهالي في سيدي بوزيد في سيدي علي بن عون من سيدي بوزيد اليوم وقفة احتجاجية للمطالبة بالعدول عن قرار غلق دور الخدمات الاجتماعية بالجهة، والوقفة الاحتجاجية هذه ما زالت متواصلة. في إطار الإضراب اللي نفذوه أطباء القطاع العام والخاص، نفذ أطباء الصحة العمومية في سيدي بوزيد اليوم وقفة احتجاجية بساعتين نددوا خلالها بحالات الإيقاف اللي طالت عدد من الأطباء مؤخرا. هذا كنا أخذناه من سيد نور الدين المكي عن نقابة أطباء الصحة العمومية وأطباء الأسنان وصيدلة بسيدي بوزيد. هذا كل ما لدينا من جديد، أكيد نوافقكم بكل ما هو جديد يخص الجهة في سيدي بوزيد، وشكرا. شكرا لك زميلتي فتحية الخليفي، كنت معنا مباشرة من راديو كرامة في سيدي بوزيد.